أكبر الله أكبر لا إله إلا ندير لك جيكو محمر. مانيش نقول لك جيكو محمر بصح شويه عطينا حاجه اخرى. فوت نسقي لك شويه لوبيا تسخن بها كريشتك وروح الله يسهل على روحك ما تكسرليش راسي. ما ناكلش. استنى يا ولد وراك رايح. بزاف العجوز قتلتينا بالسبك تاع اللوبيا. اللوبيا تكون سبكه كي تكون كرعين البقري يسود لك السعد وتبك انت وتشي اللوبيا. احمد ربي والشكر الناس ما صابوش واش ياكلوا وانت تشرط عليا. نمدلكم كل يوم المصروف وتشري السكر والزيت والصابون وحم حلومه نعرف واش خبيت تحت الكنابيه. حبيتوا ديروا العرس من لحيتي بلاي ماها غير فرق ما تزيدوا الديوان خدار يا اخي. لا توصلك الى بهذوك زوج فراك تاعك اللي رانا رايحين نديروا العرس اللي تمدهم لنا خطره على خطره. رحم الله رتلات تاع بابك والشهريات تاع خوك. يوكان مانا عايشين كيما احنا كيما الناس يوكان رانا في البلاع. خويا 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 كلمة زوج خويا. الشاه خوك موت. ايه دير هذاك دير جاكسون راه الشهر يبعث لك الماندا والله ما تحشم. يا ولاد بابا يا اللي تلمحك راه بالقضيان يطبع فيا انا اللي فيا زوج غرامات نطلع له
ما تحشم. باباك شيخ كبير يدور في المارشيات وانتايا قاعد تسمع في الموسيقى. الدرا وجهدو كاش خطر تجيب هاد الميراثين. قريبي كوتيزي ويسقموهم يا شيخ. كاين العوايد جنابي العرقلاسه السكر طالع حاوت انت تقول لا سانسور والشمس بوقلتني. تنازع بزاف يا بابا. القفه هلكتني. القفه وعلاش منين راح قضيت لنا؟ منين حبيت نروح نقضي رحت للمارشي. من المارشي؟ وكيلا راح تجيب لنا اللحم. لا القليل. اللوبيا بزاف اللوبيا. واش حبيت تاكل؟ حبيت ناكل كي الناس يا شيخ. واش هاد الماكله كي الناس؟ شويه بوزلوف شويه دوار تكون مدوزنا مليح بالبصل والطوماطيش. حبيت شويه السيبيا والقرنيط. حبيت الكبده مشرمله. حبيت الدجاجه تكون سميمنه ومحمره مليح. حبيت ناكل كي الناس يا شيخ. حبيت تاكل كي الناس؟ حبي ياكل كي الناس. بزود فراك اللي تعطيني مرة على مرة اللي حبيت تاكل كي الناس. رفد القفو بها على الكوزينة عند يمك وذهبي لها بخير. اذهب الله يعطيك الصد وتفرعين. حوسي على الجيكو ياك. هاو الجيكو تاعك. عرام تاع لوبيا. خدعتي وحدي. الحاج شرا قفة كاملة ديال لوبيا. عرام. دوك نروح نتفاهم معاه. فهمي ولا قاعدين؟ يسكن في راس اللوبيا كل دورة اللوبيا كاش نهار هاد الحنينة هادي يديروها لنا معجون. وش بيك الحاج؟ قفة كاملة ديال اللوبيا ما كفاش الستوك اللي في الدار ديال اللوبيا. ومن بعد جبت لنا شوية عدس شوية روز شوية بواكاسي اللوبيا. يا ودي البيسري تاع الحومة راه اللي كيدير في الستوك ديالو بالسومة تاع الكروم. وانا جبتو كريدي. واللحم واللحم اللي وصيتك عليه ياك على بالك بنتك راح تجي تفطر عندنا هاد اليامات ولا نسيتو؟ البوشيه اليوم كامل داروا لاكراز. الحاج ياكين بعتك للواد تصيبو ناشف كيجي نسيبك قابلو بحناكك. نسيبيه ياكل بوش حيض ان شاء الله. الشيخ واش نوتا؟ عندي هدره معاك. هدر من زمان ونعرفك تحب تهدر. بيت نقول يقول خذ رجعه. مشي قلت انا يقول تنقل عليك خذ رجعه. حبيت تهبلني الا ما حبش يفهم روحو خويا مصطفى نجوزوها. وين نجوزوها للفينقة؟ انا قلت يقول تنقل عليك يقوم الخير والقال وكسرت السوال وضيعت المال خرجها راح تهبلني نتايا. حبيت نتزوج راني في القدره وكريستو ما نطيبش راني كبير علي لي فون بعام. ها شوف اللي ربع تزوج يا واحد السوفاج ياك. السوفاج اللي تزوج انت ماشي غير سوفاج. اخوك مصطفى نقزه ولا كيفاه؟ ولا ما حبش يفهم روحو يقعد لنا باريير هنايا. يفهم روحو ويلا حب ربي انا صبنالو. شكون هادي اللي صبت له؟ فاطم الزهرة بنت سيكريمو. هي بالذات وصفات. اواه يا بابا ما شكيتش يقبلها. يقبلها بلا يمه انا اللي ولدته ماشي هو الولد اللي راك فاهم. دوك تشوف مع هذاك عاصي الوالدين هذاك. لا انت الطاعه لحقت ليك وحبست. يا ولد حبيت نقول لك انت تحوس على الفيزا ولا لا؟ الفيزا موالف بالكابا كونتينر. دوك ما كاش الكابا يا شيخ. شفت كيفاه عاوني في خوك مصطفى هكذا يسهل لك كل شيء. خلاص ديرو مزوج. مش هاد العياط الباب مش هاد الشقلالة ولاد الحومة كاع ما يطلوا للطاقة تاعنا. صوتكم راه الحق لا بيشري. اللي عنده يمك يمك وخوك هكذا لاصقين في جلايلو صوته ماشي غير لا بيشري يوصل. راني خايف في الصيف اللي زيميكري كي يجيو مارساي يقول لك الصوت نتاع عمي اليزيد لحق لنا لهنايا. بصح يا بابا ما خممش على الطبيب تاعك واش قال لك؟ قال لك ما لازمش تسقي ما لازمش تعيط ما لازمش ما خممش على الدواء ديالك. انا المرض ديالي الحمد لله انا والفته هو والفني. انا خايف كاش خطر نبرا المرض. واش هاد الورقه يا خو؟ حاط. واش نحط؟ حاط. ما تقوليش برك الرواسه نتاع الكراو تريسيتي هادو على خاطر كي تجيو اونغرو هكذا نعرفو. لا يا بابا هادي لا فاكتور تاع لورديناتور تاع اختي سليمه اللي شريتو لها. قلت بالك كاش ما تسدين شويه روحها تعاونو.
لورديناتور حبي غمها حبي دقدقها ما كفتلهاش تلفزيون اللي خرجت لها عيني هزت لها لورديناتور اللي تجي تبلقو حبي مساكريها تقعد لك في الشوكه هيك يا شيخ تولي تكونيكتي تروح لك من البلاد لبلاد تروح لك الطاليان سبني والله المان الامريكان ما تزيدش تحكمها تولي لك عجوزه في الكوما هذاك يا شيخ تولي لك عقب الحنة تولي سنانها يطيحوا شعرها يشيب تولي لك عجوزه لا رتيرات تاعك وما نعرف ولاتك فيها ما تسمعلوش يا شيخ لا رتيرات انت ويمك ما كفاتنيش السيدية تقعد في عقوبتي انا عمالي مشينا تاع الخياطه مشينا تاع الخياطه انجينيور انفورماتيك نشري لها ماشينة تاع الخياطة الطبيبة تخدم كياسة تاع الحمام انجينيور يعس في البارك واش راكو حابين نديرو بالإطار الجزائري تكراسيوة يا نمار استنى يا ولد استنى واش بيك بعقلك ما تقلقش يا الله واش بك تاتان زعما اليوم انا وجدت لك واحد المفاجأة و... مفاجأة بابا مفاجأة ولا مجافأة كيف كيف الحقيقة تسمعت الحمد لله يا وليدي أكوني تنجنيها تقع بفضلك يا بابا الله يسلمك أختك سليمة عباك الدين ديالها تاع العرس رانا فريناها خصك شوية مصروف بابا لا لا ماشي مصروف أنا رايح عندي مال الكوزينة باش نفرحها على الأورديناتور اللي شريت لأختي أصلنا يا ولد شوف روح عندي يمك عاود وليا نسحقك هنا عندنا رينيو اجتماع هنا راك فاهم انت تنبالك تزود منا عندنا رينيو اليوم اليوم نفريها اليوم نفريها نروح للبيت انايا نصلي ونعاود نولي لورديناتور تاع اختي سليمة كملته بالخلاص غدوة ان شاء الله نروح نجيبه يا وليدي الله يعطيك ما تتمنى اختك سليمة تموت بالفرح اي حق سليمة وين راهي راهي عند خالتك وخالتك مريضة ما تجيش حتى تبرأ وخالتي واش راهي والله لا خبر هما ما تليفونه وانا ما تليفونيت قولي لي بابا قلتي له على بنت عمات قادر لا 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 وليدي ما نقوله والو هذه الايامات باباك ماهوش مليح ما دوكا كي تسني حتى يخرج لنا بخرجه ولا كيفاش شنو الخرجه اللي راح يخرج بها مالك خرجه كيما تاع اليوم قالنا عندكم رينيو هذا الرينيو انا اللي ما على باليش علاه خليك كي تفوت الرينيو نقولوا له يما الله يعيشك قولي لبابا الله يعيشك ودعي لي باش تكون بنت عمي عبد القادر من نصيبي يا وليدي ان شاء الله يا سيدي ربي بنت سي عبد القادر تكون من نصيب وليدي السلام عليكم السلام عليكم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله اعوذ بالله ما تقول منين جيت واش كنت ندير منين خرجت منين جيت من البيت يا بابا واش كنت ندير في البيت كنت صلي والله يصلي واش يقولوا له الناس صلى صلى الله يقبل وانا عارف الا ربي يقبلها منك ولا لا لا بابا راك صليت في البيت مقبوله واش بحالك سيتو تاع شيخ باباك نصلي في البيت في السطيحة في الجنان على شط البحر فوق الجبل وين نصلي مقبوله واش بك الله يقبل يا شيخ اللهم امين كانوا طون ديكسبيرونس تاع الصلاه اللعبه ولا كيفاه خوك سليم مازال ما جاش مازال ما جاش تبع لي الله يجعل خير خير بابا مس الخير يا وليدي راني جيت غير الخير كل حال يا وليدي انا جمعتكم اليوم مالا روح نعيط ليما باش تحضر الاجتماع ما تسقل يمك ما والو لو كان تجي نجيبو معها الزوج تاع الصباح ومانيش عارف الا تفرها تفضل يا بابا يزيد فضلك تعرف يا وليدي يمك راهي كبرت حتى انت كبرت يا بابا وين شفتني كبرت هذوك القفف اللي نجيب كل الصباح اللي كبروني خلاص ما تعندوش يا بابا ما تعندوش نوض روح عند يمك قول لها توجد لي فنيج القهوه كحال كي قدروني يمشي عليها قال له بالقبقب خف يا عجوز او يقول لك ديري له قهوه ثقيله كالعاده
سمعتوا مانيش طنشا. انتم القاريين وقت تفهموا ديركت. يقول له يا شيخ ان شاء الله يخلينا البلاصه عند ما في بلاصتك انت. تما حبيت نقول لك يا ولد حبينا نزوجوك. هذا هو الشيء اللي ستنا نخمم نحوس عليه يا ماما. ما تخمم ما تحوس عليك، صبنا لك. وشكون هذه الستلي؟ فاطمة الزهرة. شكون فاطمة الزهرة؟ بتسكري يا ماما. مستحيل يا بابا. الحاج جبت لك قهيوة تقعد بها راسك. اجت ورقة التليفون هاك حصلتها الباب. وش هي معمرة بالسكر هاد القهوة؟ وش نعدايا؟ لا لا يا الحاج، درت كيما العادة، انت اللي شربتها بالهبال. ادي عليا خلاص، ما نشربش بطلت. ضع على وجهك نتايا، لا فوت تاعك. مستحيل باش نتزوج بفاطمة الزهرة. علاش مستحيل؟ يا بابا فاطمة الزهرة في واد وانا في واد واحد اخر. شكون هادي اللي حبيت تزوج بها؟ يا بابا راني نحوس على الطفلة اللي تساعدني ونساعدها. تساعدك؟ اللي تفهمني ونفهمها يا بابا. تفهمك؟ يا بابا راني نحوس على الطفلة اللي إذا شفت فيها فرحتني، وإذا غبت عليها حافظتني في مالي وشرفها. هذه شوف البنكة ولا متراسوري همال؟ يا بابا راني نحوس على الطفلة اللي تعرف باللي الزواج محطة انطلاق وماهيش محطة وصول. هكذا كاين لاستي ولا شمندي فيك؟ هكذا تعرف المحطة ولا ريت؟ وش بك يا ولد؟ هذوما المال، لوزينات، الفيلات، طونوبيلات، دراهم بالبرويطة. ما يغرنيش المال. واش حوستي همال؟ أنا مانيش راضي، وانتم ما ديروا واش حبيتوا. شفت كيفاه؟ كبروا، قريه، كي تجيب لانجينيور يعصيني. أو عصاك يا بابا. لو كان أنا بات بروبليم، 12 نتاع باتيسري وأنا تزوجت لك. أنت تزوج، خوك تزوج، رقد هنا ولبتي راجل صار ولا كيفاه؟ شوف، ما تجيبليش كلمة. واش كاين؟ غير ما نكونش هنا، ديروا لي هيلولة. واش هاد العياط يا أخي؟ أصبح الخير، حتى وين تجي؟ كنت نقصر مع اللدوجة وخالتي عيدة في البالكون، واش كاين؟ نهار كامل مع جيرانك، عمرك ما تشدي دارك. حتى الجيران تقطعهم لي الحاج، نقعد وحدي كي الوحش. غير بنت السكري مولي قبلها، راكي فاهمة؟ والله ما على بالي واش عجبو في هذيك الفاميليا. ها أنا اللي لازم ندي معايا الترجمان باش نتفاهم مع هذيك مرتو الرومية. حيا عليا يا حي. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله يا سيدي. السكري مو راهو مهبلنا على التليفون. دوز دوز. لا غير عندكم ميتي هو ماشي كيما حنا خدامين عند سي كريمو. سي كريمو هذا كان صاحب الشيخ، تربى مع بابا، قراو كيف كيف، لعبوا كيف كيف، تغربوا ماشي كيف كيف. هو تغرب وبابا لا، هو شعلت له وبابا طفات عليه. صاحبنا تزوج بقاورية، نساتو في يامات البادية، من بعدها هبط البلاد، ما نعرف محبتو في وطنو ولا باش يعمر بطنو. دخلها شي دخلات شي خرجات ولا مدير عام وفي شركة وطنية. جال عندي البلاد، أنا فرحت، قال لي انت وليد حبيبي وراح نعاونك. بديت نودع وقلت لهم راح نخدم شركه كي السبع لمي دوزاني وجيت لهنا. مع الاخر راك تشوف لقيت روحي بونيشه عند السي كريمو. هذه هي مزيا من داك نروح على روحي ونرفد القرقاب ونبدأ
تاتتني على القسطو دوك نخدم لك مورسو كيما لازم الحال. العلاوين أمو الزاوية العلاوين أمو الزاوية العلاوين أمو الزاوية العلاوين بزاف ابن عمي بزاف، هم الدار وهم الخدمة وتزيد لي همك أنت. حبيت نخفف عليك شوية. والله راني ضرب فيها ضربة خدمة يا ودي علاه، يجي سكري مولدي الحالة يا ولي حاوزني. صغير انت نحكي لك هم تزيد تروح وتخلي لي التليفون هكذا. ايه بصح شويه رجع غير هو اللي يزعف هي شويه هنا فيها يجي اليوم نقول له ما نخدمش بركاني من خدمه الذل نقرف من اليوم ما نزيدش نخدم لا قراف. نفتح الباب وما نزيدش نخدم هاي. سلامة سيدي. كيفاش نخبط بيدي باش يبعث لك الخدم؟ سيدي خصاتو بياسة راح يجيبها. وهذا يجي يخدم بلا ما يجيب معاه البياسة. مالك وباهي؟ كيف الجنان سيدي؟ طون ميو. خف روحك. جيب لي السيجار، جيب لي جونان وجيب لي القهوة. والو سيدي. يا ولد. نعم سيدي. عمرت لابيسين؟ عمرتها. وعطيت الحوت ياكل؟ وكلت الحوت. وبينو خرجتو شويه ينحي ضيقه روحو؟ بينو سيدي. واش بيه بينو؟ سيدي بينو الماكله اللي راكم تجيبوها له ماهوش حاب ياكلها، او داير في لاغريف دو فا. على بالك باللي الماكله هذيك انا اللي شريها بالدوفيس؟ الكلاب تاع برا هي داربوا عليها وبينو يدير غريف دو فا. سيدي كي كنت مخرجو يحوس شاف الكلاب في الزبالة في لا موبايل. لا لا سيدي زبالة. طون ميو. عضني وراح لعند الكلاب. عضك بينو؟ ايه سيدي. وانت فاكسيني؟ ايه سيدي. الحمد لله ربي بينو صوفي. يا اخي قلت لك باللي تخلي بينو يلعب مع ولاد جيراننا مع كلاب ولاد جيراننا حتى باش تكون عندهم عقليه كيف كيف. ما نحبش نزيد نسمع هذا المشكل. امشي لخدمتك. يا ولد هذه هي دارو. شفيت عليها بزوج بيبان خضورة هادو. شفت الخير اللي جينا ليه؟ واش من خير؟ الله ينجع عليك والقلب مليح. أيوة تا عجوز فيها فيزا. أنت دابك وداب الفيزا. صوني صوني يا ولد. واليوم نفليوها إن شاء الله. إن شاء الله ما تفلاش. شوفي الفيلا كيفاش دايره. شوفي شوفي الفيلا شوفي. وقل ما يشتمشي نطمطم خير وقيله قدا يسمعوا. اعطيه بوحده صحيحه تاع القصبه شيخ. اي هو راح تكسروا الباب. سيدي جا عمي يزيد وليدو مرتو. عمك يزيد وليدو ومرتو. عمك يزيد وليدو ومرتو هنا في داري؟ سي با بوسيبل. وهادو واش يحبوا عندي؟ بالك جاو يدو الزكاة. واش من زكاة؟ انا لي زامبو مانيش نخلص فيهم.
نروح نمد الزكاة؟ نحوسهم سيدي. أوليدو انجينيور يقدر يكون يخدم معايا بجنبي ويعاوني. عمك يزيد ووليدو قلهم يجيو، بس حمرتو ابعتها للا تطلع فيها على خاطر مرتو قديمة ما نحبش نشوفها عندي هنا في الصالون. ما يكون غير خاطرك سيدي. يزيد واش راك؟ واش راك؟ السلامة السلامة على يزيد. الله يسلمك. يزيد فضلي خالتي، مرحبا بك. الله يسلمك يا وليدي. السلامة السي كريمو. ماشي السي كريمو، هذا الخدم ديالو واش بك؟ هذا الخدم تاعو لا مسخر مني. يا درا هو شيخ يا درا. تفضل تفضل عمي يزيد، تفضل مرحبا بك. اي سي كريمو مرحبا عمي يزيد، مرحبا. تفضل تفضل رياحة، تفضل. مرحبا بك، احنا فاميليا واحدة وانتوما ما جيتوا زرتونا وسقسيتوا علينا. الله يسلمك. انت تروح تريح قدام باباك، ما تقدرش تريح قدامي. يا لور شت كيفه، قلت لك عطيني الباطن طلع معي، ما كنت لاصق في جليلي هكذا وجهت بهدين انت. خير ان شاء الله. واش بيك عمي يزيد؟ العرقلاسة يا وليدي، العرقلاسة كي تشدني السطر من تحت حتى له الليل كامل ما تنتقلب. ربي شافيك، علاش ما داويتش؟ كاين لي دكتور ونجيري. هو شفت شحال من دكتور واش بيك، وزادوا دلوني على واحد الطالب قال لي دبح كبش، انا دبحت بطور ومازال ما فرتش. ان شاء الله تبرع ان شاء الله. قل لي بارك خير ما شقاكم. الحقيقة جيناكم بالحسب ونسب. بالحسب ونسب؟ في من عمي يزيد؟ في بنتك فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة؟ فاطمة الزهرة؟ أنا ما عنديش فاطمة الزهرة. اللي سميتها على يمك الله يرحمها. يما الله يرحمها فاطمة الزهرة. إبا بنتي فاطمة الزهرة درنا لها جوجمون. وبعدها دخلت للحبس. هذا الشهر عمي يزيد، بنتي ما دخلتش للحبس، بنتي دخلت للجامعة نيفرسيتي، على خطر صحاباتها كي عيطوا لها فاطمة الزهرة جاتهم ثقيلة، على هذيك درنا لها جوجمون وبدلنا لها اسمها، ولا اسمها خفيف، خيرنا لها اسم كاتيا. سي جولي اي مينيون. كاتيا سي جولي اي مينيون، حبابتها تاع لونيفرسيتي. شفا عليها فاطمة الزهرة يا شيخ، غير فهداك بالنقطة تاعو سي لور يوزن واحد 100 غرام ثقيل بزاف. واش بك نتايا؟ تروح للجامعة تلفد الكرطة بتزيد فاطمة الزهرة تخرج لها عرونة. واش بك بزاف سي كريمو؟ إما لا قلتو لي جيتو بالحسب ونسب. أنعمه على بالك عمي يزيد، الزواج عنده شروط. ولا بد كالزواج بلا شروط، اشرط تشرط البنت بنت كل مال مالي. انا ما نشرطش، انا نشاور المدام على خطر انا ما نفهمش في هذه المشاكل. انتوما ريحوا على راحتكم، راكم في داركم ما تتقلقوش. يا ولد اسكت اسكت بك، عم تبهدل فيا. واش بيك؟ هذا هو البيلول الفيزا، خدم في بلاستيك خلاص. واش بيك؟ تفكرني في العام اللي فات يا شيخ، انا راح تشري الكبش ويقول لك تقول لي شحال الكبش هذا، ويقول لك الكبش كبشي والمال مالك، تقول راكو في السوق هذا. هذا مرجي هذا خلاص. واش كان يقول وليدك؟ لا لا ما كان يقول والو، قال لي باك الا ندبحوا هاد العيد. قلت له ودي ما ندبحوش، تزلزق وتبربط وتمرميت، قال نجيبوها مذبوح وهي فلات. انت كيما انا عمي يزيد، انا كي زادت عندي كاتيا ذبحت الدجاجه، مرتي دارت لي مانيفيستاسيون وبدات تعيط اساسات اساسات. وشي خالي بريجيت برضو يا شيخ. هذيك اللي نشوف النيه، النيه هي صحيح السي كريمو. ها وليدي امر ما خدم،
دايرني يا خدام شغل او خدام عودوا الكاتيك نبداو ولا ما نبداوش عبي يزيد ولا بد نكملوا ولا كيف نعم سيدي جيب ورقة واستيلو لوليد عمك يزيد معليه سيدي جاب كاي يا شيخ انت تم بس تفعل الشروط كي تكتبهم يساعدنا فاميليا نبداو بالذهب بارير تاع 100 ولا 120 غرام البارير اللي طلبتوها لنا غاليه بزاف ما عندهاش نسلب ولادها عادي ماركي نجيبوها من الكلينيك نشوفكم وحده على قدنا اكتب عندك هذه كرافاش بو لحيا كرافاش بو لحيا سكري وما كاش كرافاش بو شلاغم بنتك مهشوسة كيما حالتي وتطلبي لها كرافاش بو لحيا كي تلبسو رقبتها تتعود وزيدو جيبو البنتي تاج 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 سكري مو انت سلطان ولا بنتك سلطانة ما انا سلطان ما بنتي سلطانة التاج ولا ملاموت في العراس لا جيت نخطب بنت سلطانة خداوج ولا بنت تاج محل ولا بنت سلطان عبدين التاج يا شيخ تقدر تقول كسكس تعدهم قدره تعدهم بصح زاقات عليك ولا كان راسها كبير يا شيخ او يوزن يا ماركي كوكوط مينوت هي اللي كبيره وتبرق زيد لها الصفاره ديالها معها ماركي انت تعرف بلي انا عندي صحابي بزاف بزاف سي دي جون سي فيليزي راح كمل نعرضهم اكتب عندك 20 كبش ولا بعفران وش كارسميد مانيش نتمسخر عطاد سي دي موتيف العراس عمي يزيد انا صحابي يحبوا الدغماس يحبوا السفاري يحبوا المشوي ويحبوا انواع المشروبات بزاف ولازم البلاصه وين يكون العرس فسطح يحبونا الجيران يمدوهولنا يسلفوهولنا ويرفد واحد 400 ولا 500 تراس وزيد غير كيما قدرونا وها والباشا انا نجيبو من عند عمي اجعود خلاص فرات في الاعتراض عمي يزيد الناس تتقدم وانتم تولوا اللور احنا ما نتقدموا ما نوليو اللور نطلعوا للفوق بنتي نحب العرس تاعها يكون في لي سال دي فات يكون في لوتيل 5 و 4 ايطوال التصديرات تاع بنتي نحبها تكون جبه فرقاني جبه وهراني جبه قبايلي خلاص 48 جبه كل ولايه بجبتها يعطيك الصحه لو كان تزيدوا ساك وتزيدوا معاهم صباط هكذا يكونوا اسورتي ما تكسرش راسك كونفونسيون مع سوني باك اونغرو ولا روب بلونش انا مادابيا تكون مخيطه سور ميزور على بنتي ما نحبش انا تجيبو لها روبا تكون مسلفه على خاطر بنتي لي سونسيبل عمي يزيد كي تشبع الكرش يقول للراس غني لي لازم نديرو حفله كبيره خلاص انا ماركيتو انا الشيخ بابا فتوشيين وديشطح شيخ جيب له بيت شيخ نعم قهوة ولا تاي الفهم دخلوا الداعين للقاضي مشاو صباح قالوا له يا حاكم القضل احكم فينا تنا ولا تعمل حبيلة عمي يزيد عمي يزيد الشعبي سيدي موتي الشعبي كيكون يغيط وحده شكون اللي راح يسمع له دول كاتيك الناس يحبوا حاجة خفيفة يحبوا حاجة اللي تنقز جروب لاكريس هذوك انت هادو هما ولا عبي يزيد ولا سي سا عبي يزيد خلاص زيد لهم رجمان فاتح باش اللي تشدو لاكريس تعطي لهم فتح في يدو والله ما زيد دقيقة عندكم انايا ومن بعد العرس انا نحب بنتي باش يتجوز شهر العسل عندها تلت بلدان هي تحبهم بزاف عندها لا سويس عندها لا سياد
وعندها لا فخوس. عاودها عاودها لا فخوس عمي يزيد. بالعقل بالك تحت يا كيف قالها يا سيدي؟ رد بالك لا تحكش حافتو لي لا فخون لا لارونت. ونطمهم كامل ما تخممش يا شيخ، والحرف الاخرانيين جبتو منها كل شو انا وشبيه. هاك يا سي كريمو. وبنتي يا عمي يزيد لازم لها فويلا، ماشي حاجه كبيره، ماشي فيلا مي فويلا، فيها خمسه ولا سته بيوت. حبيت تقول بنتك تسكن وحدها؟ بنتي ما تحبش اللي قلقها، ما تحبش الهراج، لي زانيمو كيما الزواواج ولا القطوط ولا كاش بيروكي والنزهه ولا معليش. قلت لك عطي له رجلك الاخرى دوكا باش تمشي، رحت فيها كامل. عمي يزيد واشنو؟ المرة تاعك تستنى فيك برا. نعم مواليدي دوك نجي. نوض نروح نوض. كلوا الكاتو. لا لا الحمد لله، انا كلينا وشربنا الحمد لله. انا نشرب القهوه يا شيخ، نشرب القهوه نحس بك تاع اللوبيا. امشي قدامي خف، امشي قدامي ما تزيدليش عليا تاتا شيخ. عمي يزيد عندكم شهر في يديكم، ما تنساش. ها ما تكسرش راسك سي كريمو، نلحقو نعاودو نولو كلش واجد. طبعا على خير. يو كان ستو دقيقة ما تصيبونيش. العجوز شيخ على بالو واش هو يدير؟ جبتني لهذا الميزي ها اللي يجي عند دماغه ما تشبع كرشو، مشتاقي كاس تاع الماء تاع الروبي اللي ما حطتهوليش. انا عندي قصد على هذيك الهضره برك ما تحلحل عليا. امشي قدامي. والدار في الدسبل نتاعهم حشني يا عبد ربي. النعمه عند هذا الناس نقمه. النعمه عند عبد ربي وكل واحد كيفاش يشوف فيها. انسيت السيد شكون انت؟ انسيت شكون سيدك؟ نسيت بلي انا نعمر وانت تقول حاضر؟ لا ما نسيتش. طامبيان. لا ما نسيتش. ما نسيتش بلي انت عبد الكريم وليد سي الحاج الطيب. ما نسيتش بلي انت اللي كنت علينا الترجم. هذا كله ما نسيتوش. بصح الشي اللي نسيتو انو الديب عمر ولا يتربى. حبيت تدير لي سانديكا في داري؟ شابير لا بوليس. ما يشقاش. حتى هادو فاقوا بيكم ما عادوش يجوك. تقدر تقول لي؟ تقدر تقول لي هذا كله منين؟ هذا عرقي وعرق اللي كيما انا. خلاص خلاص لك الحوار. الدنيا الدنيا كي الشبكة في البحر، قليل الجهد فيها ينقهر، واللي يا ابو مضيين يقولوا عنده الزهر، السارق السارق يقولوا عليه شاطر، واللي خاف من ظله ليه القبر. البنيان بلا اساس، البنيان بلا اساس مهما على يجي نهار وين ينكسر. يا حامل السر، يا حامل السر عليك بالصبر، مهما طال الظلام لازم يطلع الفجر، لازم يطلع الفجر. فجر 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 كذا قلت لك رفد الزبل نتاعهم. يكون غير خاطرك سيدي معليه. بوها علي يا بو، الى هذيك فاميليا ويناسبوهم الناس مشرارين. قهيوه ما حطوها لناش. بديتي تمنشري العجوز. ما راني نمنشر ما والو، راني نقول في الحقيقه. وهذيك مرته حاسبه روحها بنت السلطان، بنتها بدلولها الاسم. قولها والله فاطمه الزهراء تعملي كاتيا كاتيا. شوفوا غير فاطمه الزهراء بنت سي كريمو اللي نجيبها انا لداري، وانتوما لازم تعاونوني باش يقبل سليمان.
ما تدخلنيش في التبهدايل ديالك. كي يجي وليدك تفاهم معاه. انا يا ما ندخلش روحي في هاد الامور. واش عجبك في بنت سي كريمو؟ علاش راك ميبس راسك؟ وراك رايحه؟ انا راح شغلي. راك رايحه للك دوجا باش تعطي لها الرابور. غير لنا دوجا اللي حاتك، هي في حدها وانت في حدك. ما فهمتش منين راح تجيب له هاد الشرط كامل يا بابا. ما سكيت، كان غير قصر انت تهان. ما تخافش، نديلو شي ناس اللي يحشم منهم هكذا تفرى. المهم غير فاطمة الزهرة بنت سي كريمو اللي ما يديهاش واحد اخر ان شاء الله. بخير. واش راك بابا؟ الحمد لله، اليوم خير من كل يوم. غير الخير الخير، رانا فريناها مع سي كريمو. سي كريمو فريتوها بلا ما تشاوروني، والشرط كان خفيف. هذا ماشي زواج يا بابا، هذه صفقة تجارية. 40 سنة خدمة لين نهار ما نعرفين نردلو الشرط تاعو. توفر، ها أخوك يعاونك. دير شوية دين ومن بعد رد الدين تاعك. هذا واش تعرفوا، الدين حياتنا كاع عايشين بالدين. يا بابا سي كريمو عنده عقلية التجار، يبيع في بنته كي السلعة يا بابا. علاش ما تروحش تخطب لي مرا باش نتزوج بها يا بابا؟ وعلاه انا رحت نخطب لك باش تطلق؟ رحت نخطب لك بنت سي كريمو باش نجمع العائلة. يا بابا تجمع العائلة واش من الفايدة كي نتزوج مرا ما تفكرش كيما انا؟ بنت سي كريمو فاهمة وقارية، وانا وين ما كنت فاهمين هي في ود وانا في ود، بصح الحمد لله. وانت في بالك راح تسيب وحدها كيما بنت سي كريمو؟ راني درت وحدها في راسي. قلت لك عصي الوالدين. معصية الوالدين ماشي كي تخير مرا اللي تزوج بها، المهم الكلمة الاخرى ليهم. شكون هذا اللي درت في راسك يا الشاطر؟ بنت عمي عبد القادر اللي كان جارنا في القصبة. هذاك هو يا بابا. زوالية يا وليدي زوالية، هم حالتهم اكثر من حالتنا. من الميزيرية للميزيرية. واش عجبك فيهم هاد الناس يا وليدي؟ واش عجبك؟ عجبتني التربية والاخلاق تاعهم. واش اللي خلاني نتقدم لهاد الناس؟ هو الشعار تاعهم، ما عندناش وما يخصناش يا بابا. انا نخاف منه كي يبدا يتفلسف. اسكت عليا تايا دوكا. شوف الراعي عند عمك عبد القادر، ولو كان ما يعجبونيش ما يكون زواجك غير بنت سي كريمو، راك فهمني؟ سليمان وصى، قلت له لباباك على بنت سي عبد القادر. معلوم نقول له، زعما كنت نستنى فيك انت تقولي له. لا يا وليدي، يمكن انا نقوله يفهم بلي انا اللي خيرتها لك. وراه العيب كي ما تخير لي المراه اللي نتزوج بها. يا وليدي باباك راه في راسو حاجه ولازم يوصل لها، وهذا الشيء محال. فهمت والو، ما عاودتي تشوفي واش كي تقولي. شوف يا وليدي، انت ما تليق لك غير بنت سي عبد القادر، وان شاء الله تكون لك من المكتوب. شوف خليني انا نروح نفرح الجيران نقول لهم كاع. اي ديتها سخونه للجيران. شوف انت تسكت يا الفونت صاب. يا اخو حبيت نوصيك. يوصي على بالك بلي انا مخدوم الوصايات. اكره الدار عمي عبد القادر، دار عمي عبد القادر ناس مأدبين، وماذا بيك تأدب معاهم؟ هو عند أدب تجينا في العميز قولي أديب. يرحم بابك فهم، تخلي دار سي كريمو وتروح لدار الميزيرية. راك بعيد ما قدرش نفهمك. ما فهمش الطفلة هذه اللي راك حاب تاخدها انت. نبغي تكوني مثال بالاخلاق الحميدة، بعيدة عن القيل والقال والبدعات الجديدة. كسبي راحة البال والمعيشة السعيد، انتي يا بنت الحلال مولاة العين سويدة. الو مس الخير. سليمة ما كان حتى واحد. ويما وراهي؟ راحوا لدار سي عبد القادر. يما لا نولول. بصح قولي كيفاش درت مع بابا؟ لا بسي فيها سليمة، يا درا ولا تعجبو ان شاء الله.
والميكرو؟ حتى تلقيش جبتو يا سي راه في الدار. يا كيما وصيتك بيكات كيما قلتي لي معاه لامبريمونت. الله يعيشك خويا سليمان، لبالك راني مقلقه وقتاش نجي. كي تحبي تجي تليفوني. هاي صحة تهلا يا قال اخي سلمي على خالتي يا صح. هيا اخو كل شي مبرو فرحة بابا. اوه جاست بالبيان. اسلم بابا. الله يسلمك. هذاك هو سي عبد القادر. هذاك هو اقتلنا بالقدر. يما ما جيتش معاكم؟ يما راه هيك كي بقى وش العراس بدا تعرض من دورك. تفضل. وليدي يا وليدي ما جينا نلحقوا لهذيك الحومه حتى شدتني الغمه. مزيت لقيت مع واحد كان يخدم معايا زمان جاب لي طاسمه فجع ليا وكي وصلنا لهذيك الظلمه وين يسكن سي عبد القادر في هذاك الصباط تما طبطبنا ابيبري في الظلمه قسنا باب شفت غير هو حل مسكين قلب قستو للدماغ حلنا الباب جيت نهضر قال لي حبس يا سيدي اروحوا تفضلوا يحبس لهاتكم وتكلموا حنا دخلنا استقبلنا كيما لازم الحل بدا يوصل واش يا سيدي من الخواير هذه بقلاوه واش مقروط اللوز واش من الغريبيه واش مقروط بالعسل مقروط المسكر واش من القنيدلات التزيريات تشارك العريان حتى تشارك لابس حوايجو كل حاجه اللي يدور فيها البوز نزل جابها. ها نعم وكي كلينا وسط قهوينا قالنا دوك خير ما جابكم. قلت له في الحقيقه يا سي عبد القادر جيناكم بالحسب والنسب. قال لي في شكون في الكبيره ولا في الصغيره؟ انا قلت لك جيبهم في زوج وانت ما حبيتش. انا قلت كنت مرلت ما انت ما حبيتش يا سيدي. قلت له في الكبيره. قال لي معليش. قال لي ليمن. قلت له سليمان وليدي. ابدا يشكر يشكر يا سيدي حتى انا حسبت عليا ديك الفاتشه اللي يشكروها الناس. بعد قلت له انا حبيت نزوق عليه. قلت له وليدي انجينيور. قال لي ما يهمنيش يكون انجينيور. قلت له واش يهمك؟ قال لي ما تبي يكون راجل فحل ولو كان يبيع الفحم. قال لي دركا لازم نشاور الطفله. انا قال لي نشاور الطفله ضربت على عقلي ما فهمتوش ما لقيتوش. بصح لازم يا بابا معلوم يشاور بنته. هذيك هي واش قال لي؟ قال لي ما لازمش نتبعوا العادات والتقاليد الفاسده. قال لي لازم الطفله نشاوروها والكلمه اللي خرجت تولي ليها. شفت يا بابا انا تم عرفت بلي عمي عبد القادر عنده قجور قجور في الدماغ ويعرف في فهامه. اندم في بلاستيك هنا نتايا. قال لي والشرط كان خفيف. الطفله تقول له بلي ما دبيها يكون راجل واذا حبها يكرمها واذا كرهها ما يظلمهاش تسمى ما يحقرهاش. اما الشيء اللي جبتوه فيها بركه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الزواج تاع بصح مليح الزواج باطوليس ماشي كيما عند سي كريمو قطع لي كاع ليسبوار. بصح انت داوك دراهم عند سي كريمو يا شيخ. تسمى انا انا شيخ طمع انا ياك. انا عمري ما طمعت في حد وعمري ما نطمع في واحد واذا طمعت ما نطمع غير في مولانا الرزاق. والله لو كان على بالك علاش راني مصمم على سي كريمو ما تقول هذا الكلام هذايا. فهمنا نفهموك. ما تحشمش دوك على عرضك هكذا تهضر مع بابا. انا حبيت فاطمة الزهرة نجيبها لداري باش نطفي الجمرة اللي قدرت في قلبي هذه مدة وسنين باش نصفي ضميري ونجمعكم مع خوتكم اللي في الغربة. خوتنا ما فهمنا والو يا بابا زيد فسر مليح. نعم يا ولدي اللي هي الحقيقة المرة اللي كانت مدفونة في قلبي هذا أكثر من 40 سنة وغير يماكم اللي على بالها بها. كنت فكر القلب ديالي يتمزق ونحس باللي هي مشعل في ذاتي مصطفى وخديجة ولادي الأولين اللي كانوا عندي مع القورية. الحاج حكيت لهم على السر ولا بد دري راهم كبروا لازم يعرفوا الحقيقه. جيبي لي هذيك الخزنه جيبيها لي.
خوتكم مصطفى وخديجه كي صبرتو خديجه كان في عمرها 5 سنين ومصطفى 3 سنين نهار ودعتهم كان معايا الحاج طيب بابا تاع عبد الكريم اللي هو اسمه اليوم السي كريمو عمري ما ظنيت رايح نودعهم وخليهم وما زيدش نشوفهم خلاص نهار جبتهم يماهم حنقوني حنظلتهم مازال نحس بهذيك الحرارة في صدري تمنيت ساعة في حياتي تمنيت ساعة في حياتي نشوفهم مقبل تغلق عينيا لهذيك اللي حبيت نجيبهم ما عرفتش كيف صاروا بيهم واش صار بيهم وين لحقوا حتى حبيت نلقض الموقف وني فاطمة الزهراء بنت سي كريمو اللي ماها قورية صح واش نقولك يا وليدي كنت حايم فاطمة الزهراء بصح كل شيء بالمكتوب قولك مبروك عليك يا وليدي والعقبة ليك انت تن اخويا مختار هو تقيلة قدرون يتمشى عليها القلب الخبقاب هذه هي على حسب شوفها دوك وشوفها وسكر ها دوك لازم الدواق يا حبيبي بسم الله ما شاء الله عمل الوقت اللي تقيلة قريب جبت لها حمال اللي رفدوها يا خالي واش راك سي مختار الحمد لله والصحة ودراري لا باس والنار بصح انت وليت ما درتش كم من حومة في القصبة كاع نسيتها سي يزيد اهلا 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 سي علي واش راك لاباس فهمني بخير لاباس يا سيدي عاتم شافك اهلا بالجيران اهلا تفضل سي علي تفضل رياح هذه مفاجاه ولا خلينا هذه مده ما تلاقيناش ها صح هذه مده ما تلاقيناش الله غالب كبرنا ماشي كي الزمان قادرين نمجو سهل البركه يا راجل اهو يا سي علي انت هو انت عمرك ما تبدل احنا ما الحلو منزلو احنا يا الحاج سوا سوا وليدو اجي اجي شوف عمك علي واش يشرب على بالي مالي واش يشرب قهوه كيما العاده يا رب سير يا سي يزيد يا رب شوف اسمع قطره وحده ما ديرهاش كي صمصه مالي 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 سبحان الله مازالك في عوايدك كي الزمان قبل قبل يا امي يا ابا قبل يا امي مسعود قبل يا امي سجاد يا سي محمد وراك زادك في كوري هناك في قهوه هنا وش بيك هذا بالعقل يا وليدي شحال خطا نقول لك ما تقاوش غير طحت على فمك بالعقل برك بالعقل عاود لي بالحبه اعطيني قهوه لعمي يا ابا قهوه لعمي مسعود وقهوه لعمي علي زوج اتايات قلب اللوز وحده محنشه وحده تزيير وعمك عليه شحال قطره تاع مظهر قطره ولا زوج على حساب البشاشه اللي راهي فيه وتشوف قطره ونص شوف انا ندير له قهوه وندير له قطره ما زهر وندير له قرعه شوف كيفاش يقسم النص الاخر اه لا لا دي شوف انت يا انا المعلم ماشي انت المعلم ما تسمع ليا هاك ودي له واش قال القصبه باش تقضي ما عندكمش مارشين وين تسكن هو هاد القفص مبارك عباك توحش القصبه وكنت توحش نجي لهنا القهوه التلمزاني ولا قهوه مالاكوف هاي قهوه كيما يحب الخاطر مالي قطره ونص صحيت يا وليدي واش قلت لي الحاج قلت لك كنت وحش نجي للقصبة تفكر يا مات الزمان ها يا مات العنقة ومريضك ومكراز الله يرحمهم ها الله يرحمهم ويوسع عليهم ايه الحنين يا سي علي الحنين انت مقال كيما يقولوا راك قريب عليها ماشي كيما راني بعيد انا راني في باب الواد قريب للقصبة نسيبك عبد القادر كل يوم راني نتلاقى معاه او هذاك ماشي نسيبي واش بك انت انا داك نسيب وليدي كيف 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 الماء في البحر واش بك نسيت الاصول يا سعلي ولا واش بك؟ وليت سيدي وليت نسيبك هذاك ما حبش يخرج من القصبه ساكنت له في دمه
وانت خرجت بنته من القصبة. لا لا هذاك ما جانا هذاك وليدي مصطفى. ياك ما راكش نادم؟ لا لا الحمد لله العائلة ما شاء الله ما عندي ما نقول فيها والطفيلة الويز انا اللي كنت داير غلطة قد راسي. ياك راهم عايشين مليح؟ لا الحمد لله ساكنين وحدهم عندهم طفلة ولد اتوام ويخدموا في شركة وحدة. كانت تخدم معاها قبل ما يتزوج بها؟ لا لا واش بك انت تعان حتى تزوجوا دها تخدم معاه اك تعرف هو قاري وهي قارية. وشفتي هذا الرجل؟ مش تو ما شافني ها؟ وكيفاش راهم جايين يخطبوا؟ واحد المرأة تعرفنا قتلوا علينا. كيفاش؟ وقتاش راهم جايين؟ نهار السبت. اها اسمعي واش يخدم هذا الرجل؟ وانا وين على بالي؟ كيفاه؟ هذيك المرأة قاتلنا ولد فاميليا وخدام. اه هكا ولد فاميليا وخدام هذا ما كان. اسمعي ما تهبلينيش. شوفي نعطيك نصيحة لازم تحكي معي يماه مليح مليح باش تعرفي العقلية وزيد يحكي معي يماك. هذا واش نقدر نقول لك؟ رايحة تخلينا فراغ كبير يا سميرة. ما تخلينا فراغ لا والو المهم لقات راجل. عقوبة ليك يا مالكة. لا لا مبروك عليها راح نتوحشوها برك. هل عندك ما قضيتش من سوق تاع جامع اليهود؟ يا حسره هذه مده جامع اليهود ريد لالي ريد شارت واش نقول لك؟ وذوك ما بقات بنا عند بالك كي زمان. يا حسره على الزمان شفا نهار كنا نعمروا القفيفه ومع الاخر هكذا نختموها بالياسمين من فوق واش نقول لك؟ والغنه تاع الخضارين يبربروك. ما تفكرنيش ما تفكرنيش في حوان سيدي عبد الله وزلال في معلقين. وقلب اللوز تاع الدوزيام قليل كمية صغيرة ومحينا كبار. يا حصر عليك يا زمان. فكرتك في تقديمين يا الحاجة. واش نقول لك على باك تضحك عليا ما كنتش توحشت حبيت نمشي لسيدي محمد الشريف للسفير وين كان الشيخ دوخ الله يرحمه من تم ندخل في الصابات. ملا نكملوا قهوة العريش ونحفظوا لصوص طهرة. لا لا جوجو الباب جديد من تم لسيدي ميش وين تربيت. واش رايك لو كان نكملوا جولتنا في القصبة نبداوها من جامع النصارى حتى الباب جديد. ما نوافقكش هنايا نبداوها من باب عزون وين زدت من تم برج مباح المزوقة ونطلعوا. ما تقوليش برك يا الحاج نكملوا القاض موبيله راني نشوفك متوحش بالزياده. نقول لك حاجه ولا طلعنا لحقنا القاض موبيل خلاص نكملوا فوق دافلاش جينا الحسن ونجيبوها في البسيطه. غادي نخلوها المره اخرى اليوم نقعدوا غير في القصبه. ايوه اليوم نروحوا نشوفوا لامباسبارينا ونشوفوا الدويره اللي كنا ساكنين فيها. هاك شوقتني يا سي علي شوقتني. هيا تكلوا على ربي. هيا ما يكون غير خاطر. بسم الله يا الله يا كريم. يا الله يا كريم. اللي من برد قلبي انا. اوه اللي ما نخلي حتى زنيقه. صحت الحاج مريزق داروها جديده هاني. ما على بالك؟ ما على باليش يا صاحبي انت راك مبحر. صح ماشي غير مبحر. هاي 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 واليوم الحال شباب. ايه في هالدوره كيما لازم الحال يا سيدي. زنيقه بزنيقه. وانت ما عندك حتى واحد في العائله يسكنوا بعيد؟ كاينه غير يما وملكه تحضر معايا حشمت باش تقول لك تجي انتي ومصطفى معاها. راني حابه تجي انتي ومصطفى في طعبه بالله يرحمه وهكا يعطي لي رايو فيه. صح كي يكون راجل في كتافك ما عندك ما تخافي. شوفي سميرة راح تجيك بفرح وسرور ومصطفى ما يقولش لا لا. ما نسالكش خيرك بلا مزيان دوك نروح نقول له. وقتاش قلتي لي؟ بالسبت عدوا تفطروا معانا. لا لا ما تشقيش روحك نفطروا وبعد نجيو. لا لا فطوركم عندنا المهم تكونوا معايا. راكي فرحانة؟ أنا فرحانة وخايفة.
وشنو؟ الصغر منك تنجوز ما شاء الله حل مزيد هذه هي طريقي ياك قرينا كيف كيف ولا نسيت ايوا تال وين قرينا كيف كيف انا قرنت في مسجد كومبيتا وانت قرنت في ساروي يا ودي بيناتهم غير صور شو بك هذا كاين يبو هذاك الصور ولا مسجد واحد وقلك تخرج فيها سي علي سبحان الله القصبة اللي يعيش فيها تديله عقله تسحر تسحر احنا اللي رانا قرب ليها توحشوها خليك يا ناس الغربة مساكن كي تفكروها واش يديروا يا حليلهم ربي يكون معاهم صايب الحال يا الحاج صايب الحال وما تنساش القصبة كانت مدينة كبيرة كل حاجة فيها كانت وكانوا فيها الأحباب والجيران اليوم تفرقوا يا الحاج ما يدوم غير الله في ملكه سبحانه نشربوا مياه هنا يا أرواح أرواح هنا نصبوا فيها ما في العين المزوقة العين المزوقة اليوم نشربوا كامل في عيون كاع القصبة ما شاء الله الحمد لله يا رب الحمد هاي هاي كملوا طريقنا يا يما يا يما كيفاش ندير مع هذا الرجاء هذا اللي عطانا ربي يا يما ملي راح الصباح المرسى عندك مازال ما جاش الفريجيدار راهو فارغ راهو يصفر عجوز كاش ماكلة خلعتني يعطيك خلعة خلعتك راني ميت باش تسقيلي ناكل سقيلك تاكل روح كل باباك اسمع روح تحوس على باباك وين راهو على بابا ولا صغير نحوس عليه ولا صغير استنى 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 بالعقل ما تضربيش بالعقل 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 ما تقلقيش بالعقل تو طلع طول اتونسيون ها تو انا ما طلع له سكر ودواء الصبيع ما تنصرع هيا نوض خلاص بالعقل خلاص خلاص اسمع ما تنساش بلي سمعنا ان جاك راح تزوج يا بوكوكو وانت يا الدرع غير انك لا مبقاد بسم الله يا الله يا كريم السلام عليكم السلام عليكم الله يسلمك يبارك فيك سالي الله يسجيك كي مع الخرجه نتاع باب جديد فكرني باش نزوروا الحبيب الحبيب دايم الله يا الحاج علاش ما سمعتش دايم الله وعلاش مات يا صراحة هذه مدة من اللي مات دفنتوها في القطار لا لا داوها للبلاد سبحان الله العظيم حياته كامل في باب جديد وكي مات تدفن في البلاد الحاج نسيت واش يقول ربي في القرآن لا تدري نفس ماذا تكتب غدا ولا تدري نفس في أي أرض تموت صدق الله العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله يا سبحان الله هذه حاجة تفرح مبروك عليها هي مالا نروحوا معلوم من روحه كي تقولي ما عندها حتى واحد يوقف معه مصطفى ولا غير غاضتني مسكينة
شوف قولي لا تعطيك لادريس باسكو ما نعرفوش وين تسكن. ندو معنا مليكة هي تعرف لادريس اون بلوس راهي معروضة. هاي معروضة؟ هاي طري بيان. ما فهمش على ما حبيتيش دي اختي سليمة معانا. ما نفحت ليش وهذا ما كان. وعلاش في خويا مصطفى ديتيها كي لحق دالتي هنايا ما ديهاش؟ ابو في خوك مصطفى ديتها تفكر مليح. كانت خالتي مريضه ما راحتش هذا ما كان ما راحتش معانا. ما ملي كنت ديتها هذاك الوقت ما كانوش عندها زيبوش كي دوكاتيك غير اللي يقول لك خرج انا ندخل وما كيحطوا حاجه فوق الطابله ها ميراماس يدو كلشي رفليو. لو كان حبيتي راجلها يشد لها ولادها وتجيبيها معاك. حي حي على داك الراجل حي. لو كان يسمع لو كان يقول لها انت عسي دراري وهو يجينا ويجينا بحناكو. تيا كي ديري حاجه في راسك بابا سلمي ينحيها لك. ايه ايه كي ندير حاجه في راسي ما كاش ينحيها لي على خاطر راسي يدبر مليح. خلاص راسك يدبر مليح خلاص. يسمى دكتور روحي انتيا ويروح بابا ويروح خويا مصطفى ومرتو. ايه هكذا ندو كروسه وحده تكفينا. ايه وخوك قلت له ما بخويا خويا من بعد نشوف كيفاش نقولو من بعد براسي انا كيفاش ندير له. دوك هضر مليح كيما قلت له ولا ما قلتلوش؟ ما قلتلوش بصح من بعد نقول له. ما قلتلوش ومن بعد تقول له. لا صور هذه الجاره تزكيلك. ها هذه يا عيده نصبح وانا نحوس عليها مزيه كانت خرجت هي دخلت بصح ما تنساش قول لخوك. ما نساش هاكي دايتها لا سخونه خالتي عيده خليهم تبرد شويه. يا الفونت صاب وهذه الهضره تاع النساء علاش تاع الرجال. لا زهور يا اخي حاله يا اخي حتى انا نخرج من هذه الدار هذه نروح نضرب كاس كروت ونجي انا. هاي بنتي هيا ها العقل ليديا لا عقل. اوبا لعبتو مليح اليوم ها توحشتني وليدي. عطي بوسه لماما. لا عوري هاي بالعقل ها توحشتو بابا. هيا بالعقل او بابا بابا بالعقل الباب. هلا اطلعوا شاطر يا بابا يا لا ماما ماما وش راكي شاطرة وش راكي مالية بالك عماد بالك يدك عماد وش بيك بابا قريتو مليح اليوم. خرجتهم قالوا لي توحشنا بابا صحيتني. عشان ملي زيد بالعقل ماك ديرونجيت الامه كاع على بالك ديرونجيت الامه. صح يا ربي صح صافي انت اللي ما ديرونجيت جاك انا نسقي الخالد باش يجي يعاوني. انت قاعد هنا لو كان عطى ربي ما تقعدش هنا واحد الشوفاج مقابل الباطي ما قدك قد العلون. لو كان راك راح تجي واحد اخر تروح تقرا ولا دير فورماسيون ولا ما نعرف شنو. شخصك ما خصني والو خصني انت تخطيني وتروح. نطلع لك قفاره باينه ثقيله. طلع لي القفة بين ثقيلة طلعها كيما طلعها صاحبك هذه خطرة ياك قال لها نطلع لك القفة راح بالقفة بلا خضرة لا قفة لا هم يحزنون. إيه انت ما فهمتوش على بها. لا عذر معايا بالجبانية كيف ما فهمتوش هذه. قال لي نطلع القفة قلت له هاك طلعها واش كي دعوت الخير. اخضر واحد اخرى ارمي عليها تخرقيبة باش ما يصلاش واش صرا. برقيقة واش انت برقيقة هذه تاعك تاع؟ لا لو كان كحيت كيما يقولوا. كحيت؟ كيف زعما نشعل هكذايا؟ لا يا ودي الشعله حبست لي السمانه اللي فاتت كامل وانا معطب الحمد لله تنحات لي الشعله. لا لو كان عطيت له مصروف ولا شايف. مسيلفا على هذيك اللي طوعت من قبل. ايه صح انا غلط انا فاهمك انا فاهمك. انت تسكن هنا في الحومه؟ ايه انا وليد حاج بوعلام. امي زيد ما قلتنيش. وليد حاج بوعلام وليد حاج بوعلام يا وليدي نورمال ما تقعدش هنا ما تقعد ما توليش تشوفات هنا كي هذوك الدراري اللي مقابلين الباطيمات وما نش عارف شنو تان. اصبر هاك زيد تحت انا هذيك هاك راح برك
هذيك كله اسمه عطيتها له هذه خطره راحت. بسم الله بسم الله. هاك هاك. ما كان لا دراهم امي يا زيد بلا مزيتي كاع. ما كان لا دراهم. ما كان لا وبلا مزيتك. ولا الدراهم ديتهم. حيا حي. أنا خايب بكسر لنا كيما هذه اختراع. زهور زهور زهو قد لهم زيد حمل لهم خالات وين هادو ماكا حتى واحد مقرتول. راني جاية كنت جاية ياك. أسلمتك الحاج. وين كنتي؟ أنا قلت روحتي وخليتي الدار. كنت مع عايدة في الباكون. مع عايدة؟ أيوا على هذيك اللي راني نسمع بزاف حوايج راهم يصراو في داري وما جايب بالخبر. عايدة ماهيش بوشناشة صندوق المغلوق. ربحت تسمى راكي توصلي لها كل حاجة. دوك خلينا مع هاد الكلام صح. وين كنت؟ اليوم هبلتنا. وين رحت قضيت؟ هبلتكم؟ سوا اللي راح يعمل وقف الله الله هكذا يهبلكم. وين راح تقضي؟ لو كان قل لك وين راح تقضي اليوم. رحت للمريخ. واش من المريخ ديتان؟ راح تقضيت في القصبة. راح عمل 30 كيلومتر باش تقضي. ما بصح جبت لنا قف الله يبارك معمره. اذا هكذا يا الحاج غير كل يوم روح. انا القصبة لو كانت كوفيت في الخالي ماشي غير 30 كيلومتر روح ليها. واش نقول لك اليوم برد قلبي فجيت على روحي كما لازم الحال حوستها زنقة بزنقة صابات بصابات ما خليت حتى مكان. عبادي تزهواني يا دراما قصيدة اللي سمعت يا المكناسية يا العرفاوية. إما لا تلاقيت مع نسيبنا. لا اليوم ما تلاقيت مع نسيبنا على بك ما عم تلاقيت. شكون؟ السي علي جارنا رجل تسعديت انتي تان. تسعديت الله يذكرها بالخير يا درا كيفاش راهي. احكي لي احكي لي. واش نحكي لك وينك يا زمان؟ واش نحكي واش نخلي؟ تاكسي 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 تاكسي. تاكسي الو خالد راني في الطريق راني في الطريق راني جاي. راني جاي راني في الطريق قلت لك راني في الطريق. لا خويا شحال نقلق راني في الطريق. نسيتو كامل. يا ربي يا ربي درتها زيد درتها تانيت. كيفاش ندير دوكا مع خالد يا خو؟ هاي تعاوني نطبعوها الميكانيس يرحم بابك يا اخو. هاي عاوني شوية نطبعوها غير الميكانيس يرحم باباكم. عندي ولي ما يستنوا فيها يرحم الله والديك. هاي طبع معانا. هاي اخو يا يرحم بابك. يا عمر على بنتي شحال شابة. هيا خفوا روحكم خفوا روحكم بينا راح نحانا. احنا انا واجدين. خفوا روحك انت نجي معك بابا. لا وليدي دقيقة دوك نحبط ونعاود نولي كي نولي نصيبكم واجدين. ما تبطاش راح الحل علينا. هيا داكور صح. ما تنساش جيب معك الحليب. والحليب علاه تانيت مصطفى خفت كي نجيو العشية ما نلقاوش الحليب. هيا خلاص داكور صح. ما تبطاش. شوفي فيها
يا عمري شحال شابة بنتي. وليدي تال خموس عليه. وهذا راح يجيب طيارة يا اخي، قلت لك دوك يجي. وهلو كان جبتونا طاكسي وهنيتونا وانت راك راس خلي في هذا. يا العجوز قلت لك دوك يجي، انت علاش راكي مقلقه؟ يا ماشي انا اللي راني مقلقه، باباك اللي راهو يدوي. باباك اللي راه يدوي، انا ما نعرف وقتاش رايح نلحقوا لدار خوك مصطفى، وقتاش نوصلوا لهذوك الناس رايح نسحروا عندهم ولا كيفاه؟ يا شيخ يا اخي قلت لك دوك يجي، علاش راك مقلق؟ يا انا اللي مقلق ياك، انا مقلق عليك يا يمه يمك، ولا انا يا حصره يا زمان ترك وقتها خطرت وقتها تزوجت. ريح 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 ريح، ما تقلقش دوك نعيط له. ريح ريح ياك. لو كان احنا شدينا طاكسي، لو كان انا وصلنا ياه، ولو كان ضرب تليفون لخوك مصطفى، لو كان هاو جاز علينا ورحنا معاه. خويا مصطفى انا ما حبيتش نقول له، حبيت نجيبها له زعما مفاجاه كيما يقول بابا. هذه مفاجاه، هذه ماشي مفاجاه. الو كادر، وراك يا ابن عمي وراك. ايه قلت لك راني قريب نجي، راني في الطريق، راني في الطريق، راني في الطريق يا صاحبي. وش بيك مقلق؟ بطيت يا حبيبي بطيت. يا صاحبي تقولش لي جامي تزوجت، لا بريمير فور تزوج. يا خالد خلاص راني في الطريق، قلت لك راني في الطريق. كذب ماشي مليح. اي صح كذب ماشي مليح، بصح في خدمتنا لازم احنا نكذبوا على هذا ونكذبوا على هذا وندوز الكورسات، ماشي كيما خدمتكم. خدمتكم حلوه ما فيها لا كذب لا والو، كروسات خدموها وروح روح. تعرف ملي كنت صغير وحاب نخرج ميكانيسيان، بصح ما عندي الزهر، تما كان يخرج لي الدخانه. انا نحب نهضر بزاف بصح قلبي بيض، الناس كامل تحبني. عجبتني، دخلت لي في قلبي على بالك. شوف انا نجيب لك غنيه نطلع لك بيها المورال وانت تهلا لي في الكروسه. العلوين ام الزاويه، العلوين ام الزاويه، العلوين ام الزاويه، العلوين ام الزاويه، اللي شاف الزين بايض اللي شاف النار شعلا يتخطاها. خلاص ابن عمي خلاص، انزهيك انا اخدم الكروسه برك. العلوين ام الزاويه، والعلوين ام بزاف ابن عمي بزاف، هم الدار وهم الخدمه وتزيد لي همك انت. حبيت نخفف عليك شويه. والله راني ضرب فيها ضربه خدمه يا ودي. علاه يجي سي كريم ولدي حاله. هذا انت من الانترفون لا ميكانيك، وين ما رحت تبعني. الانترفون انت دا اللي انت دا، اما لا خدمها انت، اخدمها انت وحدك. لا لا ارواح يا ميكانيسيا، ارواح يرحم الله والديك. غير خير طولتو، كيفاش مازال ما وصلوش عندك؟ اختي مليك الله يسترك، عيط لهم دي انا عشمت. دوك نعيط لها ونشوف علاش طولت. ما تقلقيش، مصبح واني في البالكون عس فيهم. ما يهمش الفطور سميرة، ما تخافيش نجيو قبل الخطابة. هيا صحة. هالو مليكة، خلاص رانا واجدين، هانا نستناو في مصطفى راح يشري. مليكة ما تقلقيش روحك، قلت لك رانا جايين. هيا بسلامة. يا ربي وين راح هذا الراجل، وين راح؟ خصنا نعاود نعيط. لا يتم الرد على الرقم الذي تقدمه، يبدأ إعادة المحاولة بعد حين، شكرا. خويا مصطفى، خويا مصطفى دقيقة، الله ينورك يا خويا دقيقة برك، الله يسجلك. مصباح راني نفهم فيك، قلت لك راني مزروب.
هادي وما زيدش يا خويا مصطفى والله غير هادي وما زيدش نهضر راه انا قلت لهم عطوني لا دومير ترك هما اللي ما حبوش انا مادا بيا هاد اللي جان هما اللي يخدموا ماشي انا قلت لك نفريها لك ولا لا اللي فاتوا يا ماتوا يا خويا مصطفى ما يطمع فيا مات الناس وهذا مازال ما جاش مازال ما جاش ياك هذا كاع انت ايه امسح دوك فيا الموس تليد ولا تاع العيد تبعي لي في وليدك ما حبيتيش باش نخرجوا نروحوا نشدوا طوموبيل ونروحوا طيبي وجعوني الحاج وجعوك ركيبك ياك لو كان عند اختك ولا اخوك ها تروحي تجري اسمع شحال من خطره قلت لك ما تجبدليش خالتي ما تقلقوش ما تقلقوش يا اخي قلت لكم راهو جاي انا مانيش عارف علاش راك سيد في كادر هدايا نقلوا طوموبيلات اوه كاين كاش فايده راك راح تقسم معاه نتايا اشيخ كادر كيحوزوا السيكريمو ولي بات في لاكاف واش راه طوموبيل يخدم كلونديستان الحومه كاع تعيط له انا قلت ندير فيه الخير نعيط له اشنو قلت ندير فيه الخير تعاونوه اه هذا ما خصني ربحت سيدي ملاح زيدوا الهواء والريح قعد لي غير القرب جانا تاع السيكريمو زيدوا انا في جلايل هنايا ها فارغ الشغل كل عطلة فيها خير انا عندما في بلاصتك دوك بنادم يكسر هاد العصا علي ما تدخلش في روحك نخزي الشيطان نخزي الشيطان نخزي ها هو اللي يعلم ان الشيطان واش يدير لا 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 يا بابا لا لا قد كان دمك في بلاصتك قال له كل عطلة فيها خير على هذه كل مرة انا نولو اللور انا بي عليك يا شيخ كي تقلق يطلع لك السكر تحبط لك لاطونسيون ماشي مليح لقلق العرق لاسا بي عليك يا شيخ انا إيه تخمع علاش يخ باباك ياك القلقة على بالك واش يقلقني واش يطلع لي السكر للدماغ واش يطلع لي لا طونسيون هاد الكاسكيطة اللي فوق راسك مغروسة ما حبش تنحى حبيت انا ما فهمتش انايا وزيد بزيادة يا واحد التشيلبة راح تخطب راح تخطب شحال اختار قلتها له والله العظيم ما نحيهاش الكاسكيطة هادي الا نحيتها نحي راسي معاها وليدو نقول لك حاجة على بالك بلي نهار زدت والله ما استبه هاد الكاسكيطة والله غير قلت له نحيها نغسلها لك ما حبش ما تغسليها ليش انا عندي زوج خطرات في الشهر نغسل شعري ونغسلها معاه واحد ما يغسل لي كاسكيطتي يا سيد يا ديني يا هذا راه انا مانيش كيف راح نخدم له هذا هنا يا خالد يا خالد نوضو نوضو هاوجع يا خالد لو كان ما جاش هاد العصا لو كان كسرتها على راسك عن بالي جبت بابور يا حبيبي طولت يا ودي ما تمركش تحت طومبان طومبان ما تخافش ما تخافش هاي مليحه هاي مليحه راهي مليحه هايله مرحبا عمي يزيد مرحبا تفضل تفضل عمي يزيد تفضل مرحبا بك وسمح لي كي طولت عمي يزيد لا لا ما طولت شكون قال لك طولت لا يا اخ كل عطلة فيها خير الله يبارك الله يبارك الله يبارك شفت الناس تاع تقديمين كل عطلة فيها خير لا تتقلقش يا خالد تفضل عمي يزيد تفضل تفضل لو كان زدت شوية تشك يا وادي ما تقلقوش ما تقلقوش ما راناش مقلقين دوك سنوت دوك سنوت انا ما راناش مقلقين وانت علاش راك مقلق يا وليدي لو كان جبت لنا شريطه والعود ماشي خير يا قادر نطبعوك مال فديرها مال فديرها قلت لك دوك سنوت بربرها بربرها بالك تنضك هاي نادت قلت لك دوك تنوض شبيك هنا تفرحك العروسه تاعي يا بسم الله بسم الله شوف خويا زياد الله ينور قلت لك لا واسمني الزايد زايد معليش خويا زايد من الصباح وانا نفهم فيك قلت لك عندي العائله راهي تسنى فيا ورايح للواليم العشيه ان شاء الله كي نجي احكي لي واش تحب خويا صح اني اقتصرت لك انا ما اقتصرت لي بارك الله فيك مي قلت لك المشكل تاعك نحيه من راسك نفريه لك خويا صح لا انا قلت لهم
ادوا له مرة وخليه. خلينا يا خويا الزايد، خلينا الله يرحم والديك. عندي شغل العشية إن شاء الله نحكي لك ونسمع لخويا، يبقى على خير. أو حضرت له على كلش وصح ما قلتهولوش. يعني خايفة ما نسيبوش خد في الدار. ما عنده وين يروح السبت، يقعد في الدار. ما تعرف اتواني روح عند نسابو. وانت علاش ما قلتش لخوك؟ كون راه ما قلت عندك بنادم. ابو الحاج واش بيك؟ يا اسمح لي يا وليدي اسمح لي. خي مهابل يا خي، راك تهبل فيا. كيفاش هذا؟ قلت له دوك نقول له. كنت راه نقول له ما قلتلوش بصح دوك نقول له. يا شيخ دوك نقول له. دوك تليفوني له قدامي ويا ربي صبر على كاش بلاصه. راحت لي نيت يا اخي. يا خو على المشحاح، الله يكون مع المراه اللي راح تاخذها مسكينه. مغلق خارج مجال التغطيه، غالقو خارج التغطيه. نقول غاتك لونيتي. عيط لمرت خوك. تسمى لا ماشي ما خويا مرت خويا. والله ما تحشم هكذا يديروا الناس ياك. خارج التغطيه كيف مغلق. ما منتيش انا عارف. هاكي سمعي. هذا ونهارنا خارجين. ها على بالي تكون تتقلق. شوفي هي خلاص داكو، كي قريب نلحق لداركم هبطي. هيا داكو هيا مصطفى راح الحال. دقيقه دوق نجي. الو وي سميره، واش بيك تقلقتي؟ هي خلاص هذا وين كنت نهضر معها في التليفون. هي خلاص تفهمت معها، قلت لها كي قريب نلحق تهبط. هيا خلاص ما تقلقيش انا جايين. سلامة. هاي نمشي نروح. واش درت في روحك؟ تضحك. شنو هذا؟ سلسلة ولا شنو هذا؟ حبست على بالي حبست وما طارتش. واش بيها كادار؟ خلاص لها الزيت. هاي ماي ماش مادي في الثاني جابوني فيها. تشكي يا وعدي رحنا وخطبنا. مشي قلت لي فرات هادي قال لافوت تاعك تهضري في التليفون مخليه وليدك داير رايو. واش ما تقولش لافوت تاعك؟ راك تشري دقيقه قاعد تلعب. هذا قاع لا الزايد ولا الزياده، وانت مرهوج عمرك ما كليت باتيسري. تضحك. البارح كلا دوك كلا وسخ روحو. ها يا سيدي ورا التريكو هذا.
تروح وليدي. خلاص التليفون تاعك راه طافي. ايه راه لاباتري طاحت ما حبيتش نشارجيها. علاش ما قلتيش نشارجيه؟ ماني حاب حتى واحد يتصل بيا. هيا خف مصطفى، كنت سبق للطوموبيل باش ما نبطاوش. ما نسبقش للطوموبيل، نديها معايا زغد بزاف هذا. خفي روحك. مالك قلت لها رانا خارجين. هيا نروح للطوموبيل وبدلي له. شكون تانيت؟ شكون حبيت باش يجي؟ ما تكون غير جارتنا رزيقه. شوف هاك كمل لبس له. هيا غاولي غاولي روحي زوج كلمات معها ونروحوا. تلقاوني في الباب نخرجوا ديريكت. هيا روح. شوفي روح زيد مس حاجه انت نهضر معك ياك. شكون؟ مصطفى. بابا. ها زياد. واش يصحق عندي هذا تاني؟ مصطفى يعيشك ما تكثرش نهضر معاه بزاف. ما عندناش وقت. يا مصطفى يا مصطفى يا صاحبي انت ما تفهمش ولا مسموح لنا نفهم فيك ونقول لك واش من الكورط اللي تجيب. اني رايح قلت شبيك دوك خليتك لاباس عليك. كي كنت نسنى فيك دحسني واحد. كيفاه دحسك واحد؟ باش دحسك انا؟ دحسني بروحه. شوف اخويا الزياده الله يرحم والديك. ما سميني الزياده، قولي اسمي سواسوا رحم والديك. معليش خويا الزايد ولا الزياد الزايد سيتي ماكش زياده. افهمني الله يرحم والديك، انا راني مشغول. قلت لك روح ليا غدوه للمكتب نريق ليك، نري المشاكل تاعك وكل نريق ليهم لك. روح اخويا خلي. واش تفهمني؟ ماشي لا لا ما تقولهم ليش، اكتبهم لي. على بالي تراك مشغول بزاف ما عندكش الوقت. اكتبهم لي وعطهم لي في ورقه رحم والديك. روح اعطيني الله يرحم والديك يا سيدي. اوف اوف تعرف غالي الزعفة نار كامل هو. يا روح رحم والديك روح نروحو كاع. سلام بنتي واش حاب عندك هذا تاني؟ خلاص خلاص حوزتو يمشي نروحو. هيا حبيت تحصلها فيا؟ ما نحصلها فيك ما تحصليها في. شكون تاني تانا؟ هذا هو اللي حاوزتو. حاوزتو هو راح راح روح يشوف شكون مرانا شلنا. خفي روح مصطفى ديجا عندنا طولنا. شوف تلقاوني قدام الباب ونروحوا ديريكت. هيا المهم ما راناش هنا. هذا كاع انت يا بام دي تاكلنا للباتيسيريا. شفت كي وصل نصيبوهم خويا ما عنده وين يروح. واش تشدوا هذا الوقت؟ السلام عليكم بابا. مرحبا بابا مرحبا بكم. جوزو صح اخو على بالي بلي نصيبوك انا. الله يسجيك يا بنتي جيبي لي كاس ما قبل ما تشدني الغمه. مرحبا بك يما جوزة. ما جينا نوصلوا حتى شبنا. بصح حنا رانا خارجين. وينك رايح؟ ما تروحوش؟ اه بصح اليوم حنا ثاني رايحين نحضروا خطوبة تاع مرة تخدم معنا بابا. حتى حنا رايحين نخدموا لخوك. وشنو؟ اليوم قلت لك نسيبوه في الدار يا شيخ. وراه حقها كي هو كي ولادو شوف. ومكستم العزايا. زازو يا انت مال في بلاصتك. دوك من اللي مكسر عليك هاد العصا توصوص عليك كسرتش انا كاع سبايبك نتايا. دوك ماشي اليوم. ايوا انا ما قلتوليش. اس قلت له قول خوك ما حبش. قلت نجيب عليك مفاجاه. هذه مفاجاه هذه انت مهيبنا انت. زيد فضلك يا بنتي عطيك الصحه الله يسجيك. صح نعطينا كلمة المرأة. وهذه ما عندهاش موليها. انا ما فهمش انا كيف وليت تخطب للناس والكلام الزايد هذا علاه. يا بابا فهمني هاد المرأة دي تخدم معانا ما عندهاش موليها اللي يوقفوا معها. طلبت مني انا ومرتي باش نوقفوا معها. على باليش بلي درتو جمعيه خيريه. شتي كيفاه؟ خوك راح معاك لدار سي كريمو وراح معاك لدار سي عبد القادر اليوم تروح معاه. خوك لا يغرك صاحبك. روحي يا بنتي جيبينا القيمه ناكلوها رانا ميتين بالشر. ها القيمه ها
سبحان الله تقول لي طليت على قلبي. الله يسجيك يا بنتي ما تكثريش بزاف لي دم. دخلت هذه السمانه الكوليسترول وزاد عليا، ماذا بك شويه تش برك عندك هو وشنو شويه تش تاك هاك على بالك انا عمي. هذاك عيطك جالك فلصه شتيه وميت بالفرحه كي جاي معانا الباشا شي طالع باشا شباش فرحاني يمات يماك يا كنا خارجين ومن بعد كل لاعبات طلعت من الحمى هادي بوستي شاهد كل لاعبات طلعت من الحمى ما عندناش شي واحد اخر مينا كنا خارجين ومن بعد عماد وليدي مسكين طلعت له الحمى مليكه طلعت له بزاف ها شوفي اختي مليكه شوفي روحي انت عند سميره وقولي لها تسمح لنا ها هو ما شكيتش كيفاش الولد قادرين ندوها للسبيطار واش بيك يقول لك شحال طلعت له 40 هيا خلاص سمحي لنا انت ثانيه شوفي هيا روحي ومن بعد نعيط لكم هيا بقى على خير باي باي بعيد الشر على وليدي هذا واش حبو مالك هذا كاع خالد مصطفى واش راح نطيب لهم كنا معروضين للفطور معليش امينه طيبي واش جات وخلاص نطيب واش جات مشكل ما عنديش الوقت ادي دراري عند رزيق جارتنا وانا نعاونك روح روح يدي 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 اروح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا خويا تعاوننا يا حماد. عاونكم ماشي مشكل. الله يعاونك. الو مختار وراك يا اخو من الصباح وانت تقول لي راني جاي راني مهابل مع هاد الزمر تاع الطوموبيل يا صاحبي هيا يا حمد بابا هيا راني عييت طوموبيل يا خا يا خا عليك كرويطاني جبنا فيها يا خا قولو ولا تحطها في الميزان انا لا جزار يا اخي باش نعاونوها وبركه بركه ما تمنشري هذيك طوبل يا ولدي ما فيها ما يتمنشر لا لا قولو يخبيها لك باش تروح تجيب بها العروسه الله العرس انا العروسه نجيبها في ليموزين في لوزين نجيبها في ليموزين طوموبيل طويله هذه لا لا تجيبها في طراموي بها بنزعه هكذا باش تكفي كيما لازم الحال يا ناس نعم ما جاتوش فكرتني على بالك انا نخمم واش خصني صار حابك من الصباح وكرشي راه يتقرقر تقول شدوا طلعوا لي هادو باش يروحوا يجيبوا لنا الفطور انني نشم في ريحه الدجاج هذا واش طيبوا لنا يا شيخ هاك الشرهية يا اخي وقت لحقنا عليه انسان ولي عفسه ما بدأته انا وليت نكذب نهار ثلاثة وحنا نستناو في هذا النهار هارك قلتها نهار ثلاثة وحنا نستناو وجاو مواليك تسدوها لنا مالية ولا مواليك كيف كيف المهم بالمجتمع كاع رجع هذا هاي جات مرت الدايم تهضر ولا ما تهضرش واش كاين راح تخرجني من جلدي رمي عليه كاس ما يحبس واش كاين اي لو كان تشوف واش شفت واش شفت قول راح نكسر لك هاد العصا هادي وطرن خويا مصطفى كل صباح بصنعه امين عندها الزهره داك الراجل اللي بدات راه يشوفي راح لك واش فهمت انا واحد ما يقدرش يقول لا لا ما نقدرش عندي شغل حتى كي تقول لا لا تولي معزول في المجتمع اما لا انت تاني تولي كيما هما
لازم تولي تكذب تما عيلة. تعرف اش معناتها تكذب؟ معناتها تولي ضعيف. وليدك راح يدخلني لزنقة الهبال، روحي شوفي واش شاف وروحي قولي لي واش شفتي، على خاطر راح نطرطق انا دوك. ايه على الخوشي فيديو كاتيك نروح نوقف. واش معناتها سيبك توقفي من زمان وانت توقفي، واليوم نسيتي المقابل. هذه خسارة. ما يحضروش. أنا غالب وليدها مرة. أنا اللي ما عنديش زهر. كنت حابة أمي راجل واحد يحضر معايا في الخطبة ديالي. أي خلاص ما تديري والو في قلبك، كل شيء يجوز مليح إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت علاش جيتيني هكا؟ وعلاش ما درتيش ساشواغ؟ ما شتيش روحك؟ هاكي شغل قرنونة. قرنونة؟ جيت ندير البروشينغ، بروشيت ساشواغ طرطق عليا. أي خلاص نوضي نوضي نوجدو سنيوة. لو كان تشوف واش شفتي يا الحاج. واش شفتي؟ صار بصح اللي قال لكم صباع بصنعة. قلتلكش العجوز حبيتو تهبلوني، واش كاين؟ واش شفتي؟ واش كاين؟ قولي. وليدي كي كان عندي ما كانش هكذاتك. تسمع حتى نروح نشوف انا واش شفتي، باش تقولي لي واش شفتو. واش يكونوا شافوه؟ شافوا السبع في الكوزينه. ها بابا وين راك رايح؟ هاني تجي نقول لكم اللي وجد الفطور. وي قلت؟ ها؟ اي بابا روح تفطر انا. تسمع ما شفتوش واش شافوا؟ صحة يا ربي. حي الحرية واسمو مد العيلة. شوف يماك تقول لك. ياش نشوف يماك تقول لك؟ انا ما على باليش اسمهم. واش جيتي تخطبي لوليدك وما على بالك شو اسمهم؟ زوينة عطاتني ورقة وقالت لي كلش فيه. اعطينا هذيك الورقة يما. ايه بالعقل وليدي بالعقل. لو كان وجدتيها من قبل انتي تهنا. حي الحول. اعطينا الورقة انت يا. اعطيني الورقة لخوك يقراها بركة ما تحلحل علينا. اي مكتوب غير الحيد مو العيلة واسمهم. الاسام داتو زوينة الخطابة. حي حي ان شاء الله بك ما تكونيش خلصتيها كامل. حق بابا كنت ذكر داتو فرك بفرك زوينة اللي تخدم لك باطل. بوس عينك. مصطفى يشوف لنا رقم الباب شحال؟ عمارة ثلاثة رقم الباب 63. يا راهي سهلة، نحبسوا في العمارة ثلاثة وندخدقوا في الباب 63. وطرد مرت خويا مخ وانا ما على باليش. هذا وين تعرف مرت خوك مخ؟ يربح. كيما قلت لك هبلتني هبلتني طوني. كيما درت لها كيف كيف، كيما درت لها كيف كيف، ما تسقمتش جامد. تفاصل ما نطولش عليك مختار، دقيقة برك خو. أنا مغلوق. إيه يا ربي وش ندير؟ مغلوق. الميكانيسيان. إيه يا ربي وش ندير؟ كيفاش ندير أنا دوكا؟ خليها في الطريق. الميكانيسيان. يا خو. خويا. ويا خو. السلام عليكم. السلام. مشت الميكانيسيان. شكون؟ على هو؟ أوفلي روشي أوفلي روشي أوفلي روشي صحيت. روح 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 مختار. كي تدخلي قولي لهم سر خير، هذه سهلة. وكي تبداي تسربي ابداي بعجوزتك ومن بعد شيخك باش تولي ليه هو. وانتي وين تعرفي؟ علاش خطبتي جام هكذا يقولوا؟ يا ربي يا ربي الكل هنا أمينة ماشي خير. علاه انا ما عمرتلكش العين.
هي تعرف خير عندها تجربة. قلت لك الله غالب وليدها مريض. بصح قلت لك معايا طلع اش بغيت ليش راهي طهلا في وليدها بالك داتو للسبيطار. يا الله يا كريم هذا قلت شيء على دايا هيا ياك هنا يا بابا هاي رقم ثلاثة أنا أشوف يا رباح هاي لحقين تيتان هاي بابا تبعي وليدك تبعي واش كدير باه كيف هادي واش راني ندير والله هي 63 هنايا ولا بدلنا بطيره تاع واحد اخرى هاي اللي بابا حتى 64 هاي على حسب لي خلاص هاي امشي نطلع صح ما نجوش متبعنا انا نجوش هاي بابا نطلعوا في الدروج بركان الله يعيشك انا حبيت نطلع منها سالوني جاني كي الصباط انا تحت حنا معليش هاي نطلعوا في الدروج صح هاي هاو الدروج تاعك دوك بدي تاعك بسم الله الرحمن الرحيم الدروج كان ما تشدريش ما تشدريش هاي طلعوا في الاسانسور هاي هاي خفورة عاود هادي ما سمعتهاش مليح اسانسور واش قلت طلعوا في الاسانسور وانت حبيت نولي في الغمة تما ولومبيلونس سبيطارات وما نعرف بلا ما غير واحد ما يطلع في الاسانسور في الاسانسور نروحوا كاع يديك في الدروج كيف نطلعوا خمس طبقات معنا يما هاد مريضة ولو كانت تكون 63 طبقة هاك فاهم تبعوني دبر راسك تبعي وليدك انت تاع البحث روح روح عليك قاعد حتى شرف ما نكملش لا شوي تكملها يماك هي على بالها كاش كثر ان شاء الله نلحقوا مينا شدي ما ورايش لك استعفوا شويه وتبعوا لنا انا لقيتو وصل تاعي رقم 63 الله يعطيك العمر اجي لهنا اجي وين قريت يرحم بابك وين قريت كيف نبداو الحساب من تحت للفوق ولا من فوق للتحت هذا هو قلنا بسم الله امشي قدام امشي 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 بسم الله الرحمن الرحيم تاعك شديها شديها جو نخدموا له يزيد يهبل جدنا يا الله يا ربي يما شدي في الدربوز هو تاع الدربوز قاعد كفك خانت قاعد يشدي في بابا باش ما تعيش شدي فيه ما تشد فيا ما شد فيها تاتا كل واحد يشد في روحه هو انت اما انا خزري فيا خزري الضحكة علينا انت ما عجبك الحال مليح لا شيخ شد في ربي جوز يا ولدي جوز هيا العجوز غاولي شوية اخي على بالك ملي راه الحين تضبط مو فكاش بابا في بريبك لاش بتعليتها قاعد تحت شفت هو ربي تخطب لي تسحب الليلة تنبحك يا زوينة الخطابة الحمد لله هاو 63 عجوز جيتينا بالسمير وتبهدل تاعك وهذا شنو الاول على جنب هذا عمرنا على هذا وهذا مصوم لهنا تحقي يا بنتي بك في 63 هذه تاعك تحقي مليح انا متحقه يا بابا هاوليك هاي مكتوبه بابا هاي
وشكون يعرف بالك بالك 263 بالك 36 بالك 163 وقت عرف الدراري ديالنا بالك شي واحد جا من الدراري ونحى هذاك الواحد ماشي تولي 63 ونوليو في تبهدايل وما نعرف واش تا ودو خوتك تسداو باش تدقدقوا بابا ندقدق ستوب حبسي التم انت مدام كلافه وروحي طبطبيتي باش كيخرج بكاش مقلا يعطيوك تجيبك في راسك ديريكت يا راسك نتايا دقدقي دقدقي وما تخافيش راني هنا هذا اللي قال لك جينا نشيلوا الحوت في البحر ايه ربحت هذا وين تقولها ياك حتى لحقنا لطرف الدنيا غير زيدني طبطبي غير مس الخير الحاجة شكون نتوما نتوما دار دار 63 وانتوما شكون حنا جينا نخطبو حنا خطبو ماني شكون نخطبو لا لا الحاجة احنا جينا نخطبو جوزو جوزو مرحبا بكم جوزو يعطيك الصحة عيشة جوزو احبس 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 واش سيد با عماكم ربي كامل ياك ما شفتوش شاشيتي راسي عاريه انا هكذا ندخل بين دار الناس شاشيتك هاي داك شاشيتك كاميتها وما جبتش خبر لروحك كاميتها ما جبتش خبر ياك انت اللي تخبيها احفظ الشطار قريب تحت بسم الله الرحمن الرحيم سمحي لنا الحاجة جوزو جوزو مرحبا بكم بسم الله راح يهبلني وين ما نروح نصيبو علاه اخويا علاه واش درت لك واش درت لك كش ما تسالني كش ما درت لك حاجه خي ما نعرفك ما تعرفني ستي قيلني عفني هاني نروح نخدم لتحت وين ما تقدرش تصيبني هكذا نتهنى من الفاتشة تاعك ما نزيد تشوفك ما نزيد تشوفني يا اخو مش علاوة يعطيك الصحة اخويا يا علاوة يا علاوة يا ميكانيسيا ما ديرهاش اخويا علاوة ما ديرهاش مازالك تتبع فيا انا اخو انا وتبعتني يا اخويا علاوة يا اخويا علاوة يرحم والديك راني اونبان يرقلي لي الطوموبيل ودير واش تحب ما ديرهاش بالحرام ما درتها علاوة انا اخوك راني اونبان حيلك ديرها انت هذه وحسبتونا فيها ديرها يا علاوة الروشيات ولا وجوه الفاتشات يا علاوة انا اخوك يا علاوة انا اخوك هيا انا وجه الناس على جالي مرض وليدها اوه سميرة عاش هكي تقولي هالكلام هذا مكتوب ربي هيا هيا في السني ودخلي هيا دقيقة بك معي ثلاثة تقصي على وليدها الو امينة وش راه وليدك هبطك للحمى ثم لجو أنا استنى فيكم هكم في السبيطار ايه هاي معايا وقتاش جو السبيطار انا استناو كيخرج باش يقولنا واش عنده العائله نتاعكم وين راهم واش قلتي لي اسمع ما قدرتش نهضر معاك ايه هادي مليحة في داري وما تقدرش تهضر معايا يا ماما هادي كيف سمعتيها يا واحد من القروفة قلت لك كي نخرج نعاود لك ها قلت لك فاميليا الفاميليا تاعكم ايه 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 جايين ايه ايه جايين الحاج هيا خلاص هيا خلاص وش بيك يا راكي هكا هاي من بعد نعاود لك صح كواجا صح انتوما راكم ملاح ايه كاين انا الملح ما يخصنيش في الدار العجوز
وليتي طبيبه. قولي لها العروسه، قولي لها امينه. اصبر. قولي لها مش اصبر. الحاجه حبينا نشوفوا العروسه. ما نسمعش مليح، واش قلتي لي؟ سرويز بروي، هذا واش خصنا؟ ربحت العروسه الحاجه، وين راهي؟ ايه العروسه، ايه هي جايه، هي جايه. تقلقتو؟ قد كن سيبتك، علاش تقلق؟ سيبتي طرشه يا دراهيه. شوف زوينه الخطابه. واش قلت لي؟ مانيش نهضر معاك كامل، انا نهضر مع وليدي. انا خاطيك وانت خاطيني. يا ربي هذا حي يدوك مباتو هنا ولا هذا هو العريس؟ العريس هاولي ها. ايه ايه الله يبارك. الحاجة هذا رجلي وهذاك خوه، هو اللي راهو جاي اليوم باش يخطب بنتك، فهمتي؟ ايه 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 بصح. جيناكم بالحسب ونسب. مرحبا بكم. انا عندي شرط. ها ها ها، تدوها اليوم وضر. تفكر يا مات الزمان، يا مات العنقه ومرزق. ما درت لكش هكذا. خوشك سوا، خوشك سوا. فكر يا مات الزمان، يا مات العقا ومرزق وبوم. أروح دخل جوف. من زي تشوفني. حيا سليمان اخويا قلنا كوكي، حيا سليمان اخويا قلنا كوكي. وانت علاش ما قلتش لخوك؟ باردون. وي باردون. وانت علاش ما قلتش لخوك؟ ما لقيتش فيزا. كيف جابها؟ خير بيا، تيكتوها. سينو؟ ايه يا بنسال عليهم. احكي لي، احكي لي، اسمع. ها السبعين.